باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا لسه في نصايح في الكلام، والنصيحة بتاعت النهاردة في الكلام ما يكونش ليها علاقة باللسان، هيكون ليها علاقة بالعينين. بالعينين؟ آه، هنقول نصيحة كده علشان كلامنا يبقى حلو، اسمها بص وما تبصش. هو كلام عامي شوية، بص وما تبصش. يعني إيه بص وما تبصش؟ يعني وانت بتتكلم مع اللي قدامك في حاجة اسمها الاي كونتاكت، او التقاء الاعين، او الكلام بالعين. في اوقات كتيرة قوي لو انت بصيت للي انت بتكلمه، ده يبقى نوع انواع من انواع التجريح. يعني ما انا بقولك بص وما بتبصش، يعني الحكمة تقتضي اني مرة ابص ومرة ما بصش. في ناس لو انت ما بصيت لهاش هتحس انك انت مش مهتم بالقضية فلازم تبص. لكن لما الكلام يكون في بعض الأحيان شديد، في نوع من أنواع التوبيخ، وده مش غلط إن في التربية يكون في توبيخ، ما تحاولش تركز بعينيك اللي بتبرق قوي في وش ابنك، أو حتى لو كاهن بيدي نصيحة شديدة لولد من ولاده، لما هيجي يلومه ما يبصش في عينيه، بص في أي حتة تانية. كده برضو كده برضو، يعني أنت مش حاسس إن ربنا زعلان من اللي أنت عملته؟ لكن لما أنا ببص له لأ، بيفهمها غلط قوي. فالحكمة اعرف امتى. فالكلام اللي فيه يميل للتوبيخ او قد يميل للانذار او قد يميل للتهديد، لا يحبس فيه انك تنظر بعين الشرر للي قدامك. اولا انت بيبقى شكلك صعب قوي قوي، يعني لو تعملنا لك صورة وانت بتهدد وبتنذر بعينيك شكلك ايه؟ لا، الحقيقة شكلك واحد مش ابن ربنا خالص. وفي أوقات تانية لازم تبص، وخاصة لما تيجي تقول كلام فيه تشجيع، أو كلام فيه استحسان، أو كلام فيه إطراء، أو كلام فيه أمل. لا، ما تتضايقش، ربنا موجود وهيدي لك اللي انت عايزه، أصبر شوية، امسك يا أخي في الصلاة. هنا ما أقدرش أبص في حتة تانية، أنا ما أقولش أصبر شوية وأنا مش بصص لك. فنوع الكلام بيحدد أبص ولا ما بصش. أوقات الحياء يمنعني ان انا ابص لانسان، وخاصه هو في موقف صعب او في موقف اتهام، لان هو بيقولك ده عيون الناس يا ابونا كانت بالنسبه لي كلها عامله زي المسامير. فانا عشان عندي فهم والروح القدس مديني حكمه، اعرف ابص امتى وما ابصش امتى. دي مهمه قوي قوي قوي. وفي حاجه كمان بقى، دي ملهاش علاقه بالاخلاقيات المسيحيه، ده في علم البروتوكول، يقولوا كده إن عندما يتحدث الرجل مع المرأة لا ينظر إلا لمساحة وجهها. ففي حاجات لازم أبص عليها اللي هو مساحة الوجه. ولا يستطيع الإنسان وما يصحش أخلاقيا لا مسيحيا ولا اجتماعيا إن ينظر إلى جسدها عندما يتكلم. تصوروا إن أهل العالم في بتوع البروتوكول وفن الحوار بيقولوا كده، إن في حاجة أبص عليها وفي حاجة ما أبصش عليها. في حاجة أنا داخل كمان أوضة بنتي وأوضة بنتي منعكشة، أوقات أبص للحاجات المنعكشة بكل بصة، هتشوفي جزمتك فين؟ شوفي هدومك فين؟ شوفي دليبك شكله إيه؟ طيب ما إحنا ممكن من غير التجريح ده كله أقول الأوضة ملخبطة يا حبيبتي، يا ريت تروقيها. بس أوقات لما ببص على الغلط أو أبص، طيب أقول لكم حاجة، حاجة كمان ما تبصش عليها وانت بتتكلم. فرضا اللي قدامي هو بياكل غصب عنه وقعت حاجة بقع على ايه؟ على هدومه. انتوا عارفين يا جماعة غصب عن العين تبص على الحاجة الايه؟ اللي مش صح. فتتصوروا وانا بتكلم لو انا مركز على البقعة اللي في قميصك، يعني انا قاعد اتكلم وقاعد بص على بقعة قميصك كده، انت بتحسسه انه اسوأ انسان في الدنيا، انسان غير نظيف على الاطلاق. عشان كده في فن الكلام لو لقيت في عيب اللي قصادي، فرضا بنطلون منتوش ورحت انا عيني بقى على البنطلون، او جزمته مش نظيفه ورحت انا مركز بقى على الجزمه وبكلمه ومفهمه ان انا باصص على جزمتك اللي مش نظيفه، طب ما دي ضد فضيله الستر. فمن اخطاء الكلام العينين. العينين بتبص على ايه؟ فاخدنا نصيحه النهارده اسمها بص وما تبصش. في حاجات لازم ابص وانا بتكلم، وفي حاجات مش المفروض ابص خالص وأنا بتكلم. الأمثلة كتيرة ومتعددة، بس الوقت بيخلص بسرعة، بس أعتقد إن الرسالة وصلت. يبقى النهاردة النصيحة بتاعت الكلام اسمها إيه؟ بص وما تبصش. امبارح كانت إيه؟
فكر وما توعدش، واللي قبليها كانت ايه؟ اسمع وما تقاطعش، ونكمل بكرة بنعمة ربنا.